بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة مرحبا بكم في قناتكم عالم الأفكار. في حقيقة الأمر دائما نسمع كلمة عالم السرعة عالم السرعة، ولكن نحن لم نغير ولن نغير من عاداتنا والتعامل مع الأشياء التي نستعملها يوميا بسرعة وبأفكار جديدة. في حلقة اليوم راح نشرح إن شاء الله لكم بعض الاختصارات في الكمبيوتر حتى نسرع عملنا. هنا أقصد اختصارات لوحة المفاتيح للكمبيوتر، لا أقصد اختصارات الوورد والإكسل والباوربوينت على سبيل المثال. قبل ذلك، هذه قناتكم قناة العالم الأفكار، فيها عدة مواضيع موجودة راح تستفيدوا منها كثير والكثير. لا تنسونا من الاشتراك في القناة والعمل الشير والبارتاج لهذه الفيديوهات مع الزملاء حتى يستفيد الجميع. نبدأ أولا بأول اختصار. على سبيل المثال، نريد أن أخذ لقطة من هذه الشاشة. على سبيل المثال، أنا لدي برنامج، هذا البرنامج أحمله وأفتح هكذا، لكن أنا أريد اختصار مباشرة. كيف أخذ صورة من هذه الصفحة؟ أول شيء نذهب إلى لوحة المفاتيح، نضغط على ويندوز مع زر الشيفت مع زر الأس. نأخذ، يظل لنا هذه الصفحة، ونختار هكذا ماذا نريد أن نأخذ. الآن على سبيل المثال نريد أن نأخذ هذه ونضعها هنا. نعمل كنترول مع حرف الفي يعطينا هذه الصورة التي أخذناها من هنا، تلاحظ. وغير الصورة، كبر الصورة، صغر الصورة، ما شئت. هذا الاختصار الأول. نمر إلى الاختصار الثاني. كلنا نرسل إيميلات ونكتب على الوورد على سبيل المثال، أو حتى البحث في الإنترنت. نحتاج في بعض الأحيان إلى الإثراء. ماذا نعمل؟ نعمل إيموجي أو أشكال موجودة في مكتبة الويندوز. كيف نعمل هذا الشيء؟ على سبيل المثال، أنا أريد أن أظهر شاشة الإيموجي هنا مثلا على سبيل المثال في صفحة الوورد. ماذا نفعل؟ نذهب إلى لوحة المفاتيح ونضغط على ويندوز مع حرف الزين باللغة العربية، يظهر لي هذه الشاشة. ونعمل فقط، نضغط هكذا وهو يعطيني هذه الإيموجي الموجودة في مكتبة تلاحظ في مكتبة الويندوز. حتى إذا أردت أن تذهب إلى مثلا في خانة البحث هنا على سبيل المثال، اضغط على كما قلنا على زر الويندوز مع حرف الزين هكذا، يظهر لي الإيموجي هنا على سبيل المثال. ماذا نريد؟ ماذا أو الحروف، هذه الحروف الأشكال، أو على سبيل المثال هكذا هكذا إلى آخره. هذه في الاختصار الثاني. الآن نمر إلى الاختصار الثالث. الاختصار الثالث، على سبيل المثال، غالبا من يعمل على الكمبيوتر نجده يفتح عدة صفحات، عدة نوافذ، عدة برامج في وقت واحد.
وفجأة خطر ببالي أن أني أذهب مباشرة إلى مباشرة إلى سطح المكتب. هل أستطيع مباشرة أن أذهب إلى سطح المكتب؟ الذهاب إلى سطح المكتب، نقول لك نعم، لكن ليس الطريقة البدائية التي مثلا على سبيل المثال ننزل هذه الصفحة وهذه الصفحة وهذه الصفحة. أنا أردت أن أذهب مباشرة. كيف أعمل ذلك؟ فحرف الويندوز مع حرف الأم مباشرة يعطيني سطح المكتب. تلاحظ، هذا هو الاختصار رقم 3. الآن نمر إلى الاختصار الرابع. الاختصار الرابع مهم بالنسبة لي لأنني أستعمله دائما، وهو عملي عند جلوس على الكمبيوتر، وهو أنك فاتح عدة برامج وتريد الذهاب إلى برنامج، تريد فتح برنامج آخر، أو على سبيل المثال أنا فاتح الآن سطح المكتب، لكن لدي عدة برامج مفتوحة في البار وفي الأسفل، لكن أريد أن أذهب مباشرة إلى برنامج من البرامج. على سبيل المثال الحسرة، أنا أفتح هذا المتصفح وأريد الآن في نفس اللحظة الذهاب إلى مثلا إلى فتح برنامج الوورد الموجود المفتوح أصلا والموجود في أسفل البار. ماذا أفعل؟ أول شيء نضغط على زر الألت، بعد ذلك نذهب إلى التاب الألت ونضغط كذلك مع التاب على سبيل يعطيني هذه الصفحة. وأنا ضاغط على الألت، لا ننزع أصبعي من الألت، لكن نضغط عدة ضغطات على التاب حتى ننتقل من صفحة إلى أخرى. تلاحظ كيف أغير الصفحات. الآن مثلا أريد أن أفتح صفحة الوورد هذه، ماذا أفعل؟ فقط أرفع أصبعي على صفحة الألت، يفتح مباشرة معي البرنامج المراد فتحه. الآن نمر إلى الاختصار الخامس. هذا اختصار كذلك فعلا فعلا عملي. كيف ذلك؟ في بعض الأحيان مثلا أنت لديك ما فاتح برنامجين أو بعض دوكيمنت وتريد أن تقارن بين نافذتين أو بين مقالتين على سبيل المثال. أنا هنا مثلا على سبيل المثال أريد، وأنت حتى نعطي الفكرة، تريد أن تظهر النافذتين في شاشة واحدة وبطريقة سهلة. كيف أعمل ذلك؟ على سبيل المثال أنا فاتح هذه الصفحة للقناة وأريد أن أفتح معها برنامج، على سبيل المثال برنامج الوورد. ماذا أعمل؟ أول شيء حتى هذه الصفحة تذهب إلى اليسار، نضغط على لوحة المفاتيح على زر الويندوز وعلى السهم المتجه نحو اليسار، نضغط على ماذا تعمل؟ يعطيني هذه. بعد ذلك نضغط على الصفحة الثانية ونعمل الويندوز، نضغط على الويندوز والسهم المتجه نحو اليمين ويعطيني الصفحتين مع بعض، هذه الصفحة وهذه الصفحة مع بعض، ونقارن ما يوجد بين الصفحة هذه والصفحة هذه الثانية. وهذا الكثير من الناس يبحثون عنه حتى يقارن مثلا بين مقالة ومقالة، بين شكل وشكل، بين تحليل وتحليل، بين بيان، بين الرسم الرسومات البيانية الموجودة في الصفحة الأولى والرسومات البيانية الموجودة في الصفحة الثانية، بين النتائج الموجودة عن في بحثه والنتائج الموجودة في البحث آخر على سبيل المثال إلى آخره. نعطينا أمثلة كيف تستعمل هذه، وأعطيناكم الطريقة الأسهل حتى تفتح الصفحتين هكذا، نافذتين عفوا، في صفحة واحدة إن صح التعبير. الآن نمر إلى الاختصار الموالي، الاختصار رقم 6. هذا اختصار مهم جدا، وهو كذلك تحمي به المعلومات أو أي شيء أنت تكتبه، أو مثلا على سبيل المثال لديك أنت لديك أطفال في نفس الغرفة التي أنت تبحث فيها أو تعمل فيها على الكمبيوتر الخاص بك، على سبيل المثال حتى يفهم الناس ماذا أقصد بهذا الاختصار.
لديك عمل مهم في الكمبيوتر، فاتح مثلا، أنت فاتح على هذه الصفحة على سبيل المثال، أو فاتح على صفحة مثلا الفيسبوك، أو فاتح مثلا برنامج الوورد وتعمل عليه، أو برنامج الإكسل وتعمل عليه، وفجأة أنت يرن هاتفك في غرفة ثانية، وأنت تريد أن تذهب للرد على المكالمة، لكن في نفس الوقت أنت خائف أن يأتي الأولاد إلى الكمبيوتر ويغيروا بعض الذي أنت تعمل عليه. فماذا تفعل حتى تحمي كل هذا سطح المكتب الخاص بك؟ فقط نعمل اختصار خفيف حتى نحمي سطح المكتب، حتى لا يستطيع أي أحد من الموجودين في تلك الغرفة أن يغير أو يعمل على الكمبيوتر. ماذا نعمل باختصار خفيف؟ أول شيء نذهب إلى لوحة المفاتيح، نضغط على زر الويندوز مع حرف ال، وهكذا يصبح لديك سطح المكتب مغلق تماما. وتذهب إلى الأشياء الأخرى، كما أعطينا مثال، تذهب إلى المكالمة الهاتفية، أو إلى أي مكان تريد أن تذهب إليه، وهكذا أي إنسان يأتي أن يريد أن يفتح سطح المكتب يجب أن يكون لديه الرقم السري الموجود على الحاسوب الخاص بك. الآن نمر إلى الاختصار السابع والأخير. هذا الاختصار مهم جدا كذلك. أنا قلت مهم جدا وعملي، ولكن هذا اختصار مهم جدا كذلك. في بعض الأحيان نحن نتصفح الإنترنت ولدينا عدة صفحات على سبيل المثال، أو أنا مركز في هذه الصفحة على سبيل المثال وأقرأ في هذه الصفحة مثلا في أي دوكيمنت أي موضوع، وفجأة ماذا أعمل؟ أضغط على أغلق هذه النافذة بدون شعور، هكذا بدون شعور. هذه الإنسان الذي يعمل على الكمبيوتر موجود هذه الأشياء بدون شعور، سهوا أو من حين لآخر توقف معك الماوس، أو أنت تنظر بأنك راح تضغط في مكان حتى تضغط على النافذة وتغلق. الآن هل أستطيع أن أرجع هذه النافذة التي كنت أقرأ في موضوع فيها أم لا أستطيع؟ أقول لك تستطيع، لكن ماذا أفعل؟ السؤال يبقى مطروح، ماذا أفعل؟ نذهب إلى لوحة المفاتيح ونضغط على كنترول مع الشيفت زائد مع بعض زائد حرف التي، يرجع لنا الصفحة التي ذهبت عنا، وهذه هي الصفحة التي رجعناها. إنه اختصار عملي جدا، ومن يتصفح الإنترنت راح يطيح في هذا الخطأ، يسقط في هذا الخطأ، ولكن أعطيناك الاختصار هذا حتى ترجع إلى المكان الذي كنت فيه. إلى هنا إخواني أخواتي تنتهي فيديونا اليوم. أتمنى أن تعجب بهذه الاختصارات وتعمل بها حتى تكون تتسهل عليك الأمور، وتكون لديك العمل على الحاسوب، لا تستعمل الماوس كثيرا، لأننا في الجيل الأخير هذا يستعمل الماوس كثيرا، وهي في حقيقة الأمر يجب عليك أن تحفظ بعض الاختصارات حتى تسهل أمورك في العمل على الحاسوب. هذه كانت مقالة عالم الأفكار. إذا أعجبت بهذا الفيديو أو استفدت منه ولو الشيء البسيط، لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل الإعجاب بالفيديو وعرضه أو مشاركته للأصدقاء في الفيسبوك والمجموعات حتى يستمر ويستفيد الجميع إن شاء الله. إلى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.